ده حسرة، ده عسوسو. سوسو اللي بتسمعه ده جلي. انا سمعت بس تلاقي حد يعني من الجيران مشغل فيلم مرسحية حاجة انترتينمنت يعني. افتح انت يا مجدي، انا في المطبخ يا بيبي. افتح يا فاكرة، افتحي. صاحبي حيضيع مني كوباية مية يا كفرة، كوباية مية. في ايه خير لو سمحت ابو كبالم بعد اذنك يعني. احنا كنا عايزين ناخد مع المدام يعني سيلفي. اصل احنا بيك فان قوي. بيبي اهو بيبي، ما تقوليش بيبي. للاسف طلع بيبي. خلفه كمان. خلفنا تستفزني كمان بتقولي قدامي. اهدى بس خلفنا. ما فيها خلفنا عمال تقول له جوزنا خلفنا. اسراء اتحجبت. لا دي مش اسراء. مش اسراء بتاعتنا. يبقى الحمد لله، يبقى الحمد لله مش هي وما اتجوزتش. لا اتجوزت يا عم. ما تقعدش اسراء. الله بقى انا جوزها. دلع اسراء ايسو مش سوسو. ايسو يلا بينا جميل. مع السلامه. مع السلامه. مالك ايه؟ يلا اهبل. يلا. على فكرة يا أستاذ مازو، أنا كنت بشجعك أنت وبحب قوي طريقة لعبك. حريف يا جزمة. أنا؟ مراتي بتكنسل عليا بس وديني محاسبها هي وابنها العاق. ممكن بقى صورة أنا وأنت كده عشان عايز أرفعها على الانستجرام؟ ممكن أنا أعمل مكالمة من موبايلك؟ معلش. طبعًا يا عم الناس، أنت هتستأذني ولا إيه؟ يا جزمة. مراتي؟ حماتي ما بتردش عليا هي كمان، أصل هم عصابة وكلهم سارقيني، بس أنا هجيبهم وديني لاجيبهم. طبعًا. معلش ممكن أعمل مكالمة تانية من موبايلك؟ أنت تؤمر. يا جزمة. هبة؟ سعدون ما بيردش عليا هو كمان، بس هتروح مني فين يا سعدون الكلب؟ هجيبك. معلش هعمل مكالمة تانية. يا كبير براحتك بقى، خلاص مفيش بينا الكلام ده. يا جزمة. أنا؟ غريب ما بيردش هو كمان، بس هجيبه، هيروح مني فين؟ طب امسك دي عدة 015، أنا مدكنها من المدام عشان لما أحب أزوغ والله رب ولا حاجة.